الإخوة الإطار اللي اليوم معنيين بتشكيل حكومة سموا نفسهم السلسل المعطل ولم يأتوا إلى المجلس لإكمال استحقاقات الدستورية. هل تتخوف من أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين محور قمة جدة ومحور قمة طهران؟ اليوم منصب رئيس الجمهورية موجود، تدخل إيراني موجود، تدخل التركي موجود، خروقات الأمنية موجود، ورئيس الجمهورية صامت وليس لديه أي موقف. هل بات حل البرلمان وارد والذهاب ربما إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ الأخوة في الإطار بعض من عندهم يتخوف من اختيار شخصية مستفزة للأخ سيد مقتدى الصدر، وبالتالي الحكومة يكون حكومة هشة وما يتحمل. يعني الحل الوحيد لخروج العراق من الأزمة السياسية والأزمة الأمنية هو تطبيق الفيدرالية بحذافيرها.